السلام عليكم يا شباب. طبعا هذا التمرين من التمارين المهمة بالاكتيفيتي او الوركشيب بالنسبة للهيدواي انترميديات، جدا مهم هذا بالامتحان. الورد انفورميشن، لوك ات ذيس ناو، انظر الى هذه الاسماء، اند ادجكتيفز سفكس، والصفات بالنسبة للسفكس يقصد بيها الاضافات اللي تضاف الى نهاية الكلمة، يقصد بها النهايات. هسه لما تقرأ هذه الكلمة باعتبار الإضافة، إضافة تكون بنهاية الكلمة راح تغير المعنى. أكو ملاحظة مهمة هنا شباب بالنسبة للناون، يقصد بها الناونز أسماء، أدجكتيف صفات، هاي أسماء، هذه صفات عندك. يقول إذا ضيف A-N-C-E، مقطع A-N-C-E، A-T-I-O-N، I-O-N، I-T-I-O-N، minute، لون ناس، N-E-S-S، يعني هذه الإضافات تضاف إلى نهاية الفعل في سبيل يحول الفعل من فعل إلى اسم. يعني شون هذا الكلام؟ يعني على سبيل المثال invite، بروح هذا invite، لما أجيب للinvite T-I-O-N، يعني هذا شوفها، شوف هسه هذا المقطع T-I-O-N، حولت الفعل invite معناها يدعو إلى invitation، صارت دعوة، دعوة معناها اسم بهاي الحالة. أو هنا هسه مثلا بالعكس، هنا منطيك achievement، يعني هو ضايف الإضافة مال الاسم، مخلي لك الment اللي هي هاي الment، شوف هاي الment، ومخلي لك إياها هنا، يقول لك رجع لي إياها verb فعل، هي achievement معناها يحقق، معناها بهاي الحالة بس المين تشيل انها، يعني بس تصير عندنا هنا كلمة achieve بهالشكل هذا. زين، يعني ما بيها صعوبة وهيك شيء. مثلا عندك اكو هذا بالنسبة للأسماء. زين، بالنسبة للأدجكتيف الصفات، الصفات يقول الصفة انت باللغة الإنجليزية إذا تريد تحول الفعل أو الاسم، الاسم بالأحرى، الاسم تريد تحوله إلى صفة، بهاي الحالة لازم تتبع قاعدة أنه تحويل الفعل أو الاسم إلى صفة، يا أما تضيف له بنهايته AL، أو تضيف بنهايته FULL، أو تضيف TIFIC، أو LY، أو OUC، أو Y. لما نضيف هاي الإضافات راح بهاي الحالة تحول الصفة أو الاسم، شوف هذا الاسم تحوله إلمن إلى صفة، أو العكس إذا هو صفة تريد ترجع إلى اسم بس تشيل هاي الإضافة. مثلا هنا سوى منطينة، إذا تلاحظ هذا هاي منطينة LY، منطينة LY هنا، إذا أريد أحولها إلى اسم باوع حولها إلى اسم، الـ LY شبيها حذفها، يعني رجعها المن، رجعها الاسم. زين، عندك هنا ميوزك معناها موسيقى، ميوزك إذا أريد أسويها موسيقي شو أسوي لها؟ لازم أضيف لها وحدة من ذن الإضافات ميوزيكل، شوف إيش ضفت، ضفت AL اللي هي يا هي الـ AL، هذه الإضافة بوحة. زين، عندك هنا ساينس، ساينس معناها علوم، ساينس علوم، إذا أريد أسويها صفة يعني علمي ساينتفك تصير، ساينتفك، يعني شنو اللي ضفنا؟ ضفنا I T I C اللي هي وين هالإضافة؟ شوفها هذه scientific. زين، هنا بالعكس، هنا منطينا happy سعيد، يريد نسويها الى اسم، شوف هنا هاي مهمة، البن نرجع، نرجع للناس happiness. طبعا بالمناسبة يا اخوان هذه حفظ ما بها كل مجال، happy نقلب الواي الى اي ونضيف اي اس. زين، grad، زين
دانجر خطر، أسويها صفة دانجرس. دان جيروس. زين wonderful رائع، إذا أريد أسويها اسم wonder فقط wand wonder بهالشكل هذا. زين عندك هنا قلنا achieve achievement compete. compete اريد نسويها ناون، لازم شو تصير competition بعد التغييرات اللي تصير بيها competition هالشكل هذا. discussion لازم شو تصير discuss. زين organize معناه ينظم، اذا اريد نسويها اسم منظم شو تصير organization هالشكل هذا. appear يظهر، لازم شو تصير appearance زين. وعندك exploration هنا منطق إياها اسم، شوف حسب الفوق هذا العناوين، هاي اسم هنا فعل هنا صفة هنا ناون اسم. exploration لازم explore فقط. هذا التمرين جدا مهم بالامتحان يا أخوان، أنا حاولت أنه أحلق لكم في سبيل الكل يستفاد من عدة. أتمنى لكم الموفقين إن شاء الله.